انقسم الناس تجاه العلماء إلى طرفين وسط، قسم يسب ويشتم العلماء، وقسم يتمسح ويركع ويسجد، وقسم هم أهل السنة والجماعة. أسأل الله يجعلني وإياكم منهم، لا إفراط ولا تفريط، وسط. هل كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا لقوا النبي صلى الله عليه وسلم قاموا له؟ لا. ماذا أراد العلماء منا إخواننا؟ العالم يريد منك ماذا؟ يريد منك تتعلم وتعمل وتدعو وتصبر، تذب عن عرض العالم، تدعو له في ظهر الغيب، هذا الذي يريد منك. أما أن تتمسح به لا يمكن يكون هذا.